بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم تلاميذنا الحلوين في سلسلة دروس مادة القواعد للصف الرابع الابتدائي. درسنا اليوم هو استعمال الفعل المضارع مع الضمائر. اخذنا بالدرس السابق استعمال الفعل الماضي وعرفنا ما هو الفعل الماضي، هو كل ما دل على حصول العمل في الزمن الماضي. درسنا اليوم هو استعمال الفعل المضارع مع الضمائر. الفعل المضارع اول شيء راح نيجي نعرف ما معنى الفعل المضارع ومع أي ضمائر نقدر نستخدمه. الفعل المضارع هو ما دل على حصول عمل في زمن الحاضر أو المستقبل. الفعل المضارع هو ما دل على حصول عمل معين في زمن الحاضر أو المستقبل. قلنا الفعل الماضي ما دل على حصول العمل في الزمن الماضي. الآن المضارع ما حصل الآن في وقت التكلم الآن. مثل عندنا كلمة يلعب، عرفنا احنا بالماضي شنو؟ لعب. أما الآن، الآن يلعب أو يقرأ، ينام، تركض، هذه كلها أفعال مضارعة حصلت الآن. هو الآن يركض، هو الآن يلعب، فهذا معنى الفعل المضارع. نلاحظ فد شغلة على الفعل المضارع، إنه الفعل المضارع يبدأ بأحد حروف كلمة أنيتو اللي هي أ ن يا و التاء. يعني إذا كان الفعل يبدأ بأحد هذه الحروف إذا هو فعل مضارع، ونلاحظ بنهاية الفعل المضارع شنو؟ أحسنتم، هذه الضمة تنتبهوا لها؟ زين، مثلا عندنا ألعب، ألعب أو يلعب أو نلعب أو تلعب، هذه شنو كلها؟ هل لاحظ بدايتها شنو؟ ألف، وشنو نهايتها؟ ضمة. أحسنتم، ياء، وشنو نهايتها؟ ضمة. نون، وشنو نهايتها؟ ضمة. التاء، شنو نهايتها؟ ضمة. أحسنتم، إذا الفعل اللي يبدأ بأحد حروف كلمة أنيتو ينتهي بالضمة هذا فعل مضارع. أبنائي لازم تنتبهون على الضمة، لأن أكو بعض الأفعال صح تبدأ بألف لكن مو بنهايتها ضمة. مثلا كلمة استخرج، استخرج شنو؟ بدأت بحرف أ، استخرج، استخرج. بدأت بأحد حروف كلمة أنيتو لكن بيش انتهت؟ بالفتحة. أحسنتم، إذا هذا الفعل ماضي مو مضارع، ما أقدر أقول عليه هذا فعل مضارع. الفعل المضارع يبدأ بأحد حروف كلمة أنيتو ينتهي بالضمة. صار واضح معنى الفعل المضارع. الآن نذهب إلى استعمال الفعل المضارع مع الضمائر. خلينا نبدأ صفحة جديدة. الآن راح نشوف استعمال الفعل المضارع مع الضمائر. مع أي ضمائر؟ مع ضمائر المتكلم والمخاطب. ضمائر المتكلم اللي إحنا أخذناها بالدروس السابقة هي أنا ونحن، هاي ضمائر المتكلم. إذا أنا تكلمت عن نفسي، أنا، أنا ألعب، أنا ألعب، أو نحن نلعب، نحن نلعب، هذه ضمائر المتكلم. أما ضمائر المخاطب اللي هي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. زين، هذه الضمائر أنت تبع الحركة، أنت، أنت،
أنت المن استخدمناها. أحسنتم، للمفرد المذكر أنت، للمفرد المؤنث أنتما، للمثنى بنوعيه أنتم، لجمع المذكر وأنتن، لجمع المؤنث. راح نلاحظ، راح ندخل هذا الفعل اللي هو الفعل المضارع على هذه الضمائر. أنت تلعب، أنت تلعبين، أنتما تلعبان، أنتم تلعبون، أنتن تلعبن. لاحظنا التغييرات على الفعل المضارع أحبائي لما دخل على ضمائر المخاطب. هنا عندنا هذه الضميرين هي ضمائر المتكلم، وباقي الضمائر هي ضمائر المخاطب. الآن ننتقل أحبائي إلى الكتاب. راح نلاحظ استعمال الفعل المضارع مع ضمائر المتكلم والمخاطب. راح نقرأ التدريب. أنا أرسم لوحة جميلة. أنا أرسم، أنا أفهم. وين الفعل المضارع؟ أحسنتم، انتبهنا أنه هو بشنو بدأ؟ بدأ بألف، وبشنو انتهى؟ بالضمة. إذن هذا شنو نوع الفعل؟ فعل مضارع. أنا أفهم، نحن نلعب. نلعب بمن بدأت؟ بأحد حروف كلمة أنيت. بمن انتهت؟ بالضمة. إذن شنو نوع الفعل؟ أحسنتم، هذا فعل مضارع. أنت تساعد أباك، أيضا بدأت بتاء وانتهت الضمة، إذن هذا فعل مضارع. أنت تكتبين، أنتما تذهبان، أنتم تحفظون، أنتن تشاركن. هذه كلها أفعال مضارعة. الآن بعد التدريب الثاني، أدخل الأفعال التالية في جملها وغير ما تراه مناسبا. يدافع، راح ندخلها على الضمير أنا. لاحظ شلون راح تدخل على الضمير أنا. أدافع، أدافع. بيش بدأ المضارع؟ بألف. بيش انتهى؟ بالضمة. يقرأ، أنت تقرأ. أحسنتم. يشرب، نحن نشرب. يحترم، أنتما تحترما المعلم. نلاحظ يشرب، نحن نشرب الماء نقيا. يحترم، أنتما تحترمان المعلم. يطالع، أنتم شنو؟ تطالعون المجلات. يذهب، أنتن تذهبن إلى المدرسة مبكرا. راح أروح إلى التدريب الثالث. هنا نصل كل كلمة من العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني. يعني كل ضمير راح نشوف شنو الفعل المضارع اللي وانا. أنا راح نلاحظ وين هنا الكلمة اللي توالم. أنا أغلف. أحسنتم، أنا أغلف كتبي ودفاتري. طبعا أنا ما حل كل التدريب، أنتوا واجبكم أنه تحلوا كتابة هذه التدريبات وحلها. راح أعطيكم مثال من كل تدريب. التدريب الرابع، ضع كل ضمير في العمود الأول بالمكان المناسب له من عبارات العمود الثاني. أنا، وين راح أقدر أخليها؟ أنا أكتب درسي. إيش راح أخلي لها يا ضمير؟ أنا أكتب درسي. تكتبون درسكم، من تكتبون؟ أحسنتم، أنتم. كذلك بقية التدريب تحلو. التدريب الخامس، استعمل الفعل يذهب مع الضمائر مراعيا ما يلزم من تغيير كما في المثال الأول. أنا أذهب إلى المدرسة. أنت تذهب. أحسن، تذهب إلى المدرسة. نحن نذهب. كذلك تكملوا لي بقية الضمائر. الآن التدريب السادس، ضع أنا، أنت، نحن، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أنتم. هاي ضمائر المخاطب، راح أنا ندخلها على هذه الجمل. أقول الحق، من أقول؟
أنا أحسنتم، أنا أقول الحق، تقولون الحق. من؟ أنتم، أنتم تقولون الحق. كذلك بقية التدريب. اللي هنا أحبائي وصلنا لنهاية الفيديو، واجبكم حيكون هو كتابة هذه التدريبات وحلها. شكرا لمتابعتكم.